السيد المدير جهوي التجهيز، وكان تعطينا فكرة عن مهام هذه اللجنة التي تكونت للمعاينة. مرحبا بك. احنا بالنسبة لنا اللجنة هذه تكونت بناء على مخرجات جلسة عمل سابقة امبارح في مقر ولاية جابس، واللي اخر من ضمن المخرجات بتاعها هي حلقة العمل يقوم بالمعاينة والاختبار لمحلات اللي صار في البداية. واحنا اليوم مع المرقب الفريق هذي اللي هو يتكون من خبراء متطوعين للقيام بالمهمة هذه، وبدينا من بكري ان شاء الله. بعد ما تصير المعاينة هذه يتم اعداد تقرير في الغرض يحدد الاضرار اللي صارت وشنية نوعية التدخل. مع الاشغال الضعف الاحداش عمل يتلقون قالوا يا رسول تحب جيتني زي ما انت خلطت على الحقيقة مع انتها من الأول هيك، لكن فيسها مع امتدت للآخر واحد ما عندها فما مادة سريعة الالتهاب تعدت اللي سوى معندها في العمارة المغادي سوى أو ما بدت حريقة ما عندها في الشركة هذه وحريقة في الشركة لقاء كل خايل معناتها كان فما حريقة ولا فما ما سمعتها من بلاصة واحدة مش من زوز بلايس فهمي وفهمي كانت امتدت للسوق كامل. ايش خسائر تاعك قدرها؟ خسائر معناتها في حدود 3 حوانت معناتها عندي، يعني عندي حانوت مغاليكا في حدود 15000 دينار، والحانوت هذايا معناتها زوز هذا معناتها زوز حويط هذا تابعين للوالده معناتها في حدود معناتها تنجم تقول 15000. هذه يا خويا تاريخ بلادنا، تاريخ جابس جارة، تاريخ جدودنا فهمتني، ضربه موج على جابس. لا حول ولا قوة، الإنسان يقول لا حول ولا قوة إلا بالله أخويا، وهذه حاجة ربي لا حول ولا قوة إلا بالله. طالعوا باش يجي السلطة تورينا وجهها وتجي فهمت تتدخل وتشوف لنا كيفاش تعمل معنا، وتسرع لنا في كان عندها ما تعمل تسرع لنا في الإنجاز وما فهمت ونرجو نخدم أرواحنا كالعادة والأخير.